يا هجيب لك طبق تفضلي. ميه الصغير حدق على المعلقة دي لحمة بس شرب عليها مروس دي سخنة شوف المعلقة ولا بتكلف دي لا انا مش عشان ممكن تقلبس في الاخر موزه اهي بجيب لك واحده احطها في الحب ولا حد صح؟ اجيب لك لمونة حد اجيب المعلقة نظيفة اجيب لك لمونة مش هما وين؟ يا حاجة يا حاجة يا وين عادي باخد ايه يعني؟ عادي تزعل انا صلى على النبي كان مش هتشبع عليك لك شوية شوف ده ايه اهم حاجة مش عايز اكلت خلاص يا خلي بيتي كده كل بالمعلقه من تحت الطرف شوف فضلي كمان حتتين عينيه فضلي أغلى عشان كنا منها ولا حتى في الثلاجة دلوقتي أغلى على طول ايه هحطلك حد ولا حد
كويس بعمل ولا لا؟ ايه هو ما انا حطيت بقى وسبتها ايه؟ اه عندك في الثلاجه بقى يبقى تعملي وقت ثاني. هيبقى حلو؟ اه ما هيبقى غالي. صباح ما اعرفش ماما ايه هيبقى حلو. ليمون ليمون الطري دي مخلينا قبل ما احنا نقلي شطش ما بديش تحرج بقى لما امسك كده كمان انا مفرش حطيت على النار حطيت بتغلي الكرام لحمه طلع لك حته انا طريه نسيت طريه ميه هاي بس حط ذكرت بتحت الكرام عارف بلع بها كده ودي ملح ورز هي حط انا شوف خلاص تصلي لا عسل لا عم يدرس تاكي لا عسل صلي يا سلام 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 تمام كل المعاش وايدك استنى شويه افتح هذي غلافة حلوة خلصي هذا قوي اجيب لك الحتة بتاعتك عاد ها امسح ذاك يا شو معاه خذ كم منزلة اتاكل الحتة اللي حاف البطاطس دي اجيب ايه ماشي اكل اي حاجة يا تاتي خلصك الحمد لله فاضلك شو عليه؟ ايه؟ طب فاضلك شو انا لا ما فاضلك حاجه. سيدي انت عملت الدوز مش عاوزه؟ طب بقك ده بص ماشي؟ مش عايزه طبعاً تقلقي ده كان فاضي روح تمام
Thank you.